يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول للذين آمنوا ابتغوا إلى ربكم الوسيلة. أولا لم يقل ابتغوا إليه وسيلة، وإنما حدد الوسيلة، الوسيلة المحلات بالألف واللام، الوسيلة التي توصلكم إلى رضا الله عز وجل، مش مطلق وسيلة. ما هي الوسيلة التي جعلها الله ناظما لكل مسلمين؟ تعالوا نقرأ ونربط الأمور بعضها ببعض. أولا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا مودة قرب النبي هي أجر الرسالة، ونفهم من المودة هو الاتباع، لزوم الاتباع وافتراض الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اثنان مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن الناظم الذي هو أجر الرسالة هو المنجي، فإذن هو الوسيلة الأقرب لله تعالى لأنه الذي ينجي. بعد أن تتمسكوا بهذه الوسيلة جاهدوا أنفسكم أن لا تخرجوا عن خطها، لأنهم قالوا شيعتنا من أطاع الله عز وجل. يأتي الجهاد بمعنى التمسك بالوسيلة بعد إيجادها. هنا في الجهاد تأتي الصلاة التي تكون رادعة عن الفحشاء والمنكر، يأتي الصوم الذي يكون ممكنا من المغفرة، تأتي الزكاة، تأتي الأمور. هنا جهاد نفسي في حملها على العبادة بعد ابتغاء الوسيلة.